السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحب في الله في قناتكم مدونة حبيب. لمعلومات لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك كل جديد. صحة فطوركم، صحة رمضانكم، تصوموه بالصحة والهنا إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش تغير رقم الهاتف من قديم إلى جديد. كاين ناس خاوتي ما يعرفوش يبدلوا رقم الهاتف اللي يجيهم الميساج نتاع الدراهم. مثال تدخلك دراهم وما يجيكش ميساج، ولا النيمو نتاعك سرقوه لك ولا طاح لك، ولا ما تعرفش كيفاش تغير رقم الهاتف. طريقه سهله جدا. وكذلك خاوتي راهم داو التحديث الجديد، خاوتي راه عجبني بزاف بزاف. ما هي هو التحديث خاوتي؟ هو التحديث مثلا نقولوا تخرج دراهم يعطي لك شحال خرج وشحال بقى في الحساب. ما تروحش مثلا نقولوا تخرج دراهم عاود تروح دير لافوار، ولو خاوتي تخرج دراهم يجيك الميساج، نفس الميساج خاطر يجيك نفس الميساج وفيه المبلغ شحال خرجت وشحال بقى لك المبلغ في الحساب نتاعك تاع سي سي بي. فهمتوا خاوتي؟ ايوا. كيف نديرو؟ اولا دخول الى تسجيل الدخول، هنا يدير الرقم سي سي بي نتاعك بدون المفتاح. هنا واش يقول لك خاوتي؟ يقول لك حساب جاري بدون المفتاح. تقول لي يا حبيب الكود من نجيبه؟ الكود تروح لابوست تقول لهم اعطوني الكود باش نشوف دراهمي من الموقع تاع بريدي الجزائر، او نشوف دراهم من الانترنت. فهمتوا خاوتي؟ هذا الكود لازم تروح لابوست ودير الطلب خطي باش يعطوك الكود. فهمتوا خاوتي؟ مهم نديرو سجل الدخول بهذه الطريقه خاوتي. خاوتي رانا دخلنا الى حساب نتاعنا خاوتي. هنا يعطيك حساب الجاري نتاعك، هذا هو مثال رقم الريب، هذا هو اسم واللقب على حسابك سي سي بي، التاريخ الميلاد، ويعطيك العنوان نتاعك خاوتي. هنا يعطيك المعلومات، هنا يقول لك رقم الهاتف، كلمة المرور، البريد الالكتروني، الرمز السري الرصيدي. فهمتوا خاوتي؟ هايوة خاوتي. درك حنايا نحوسو نبدلو الرقم نتاع التليفون اللي جينا الميساج نتاع الاس ام اس، ماهوش نتاع بطاقة ذهبية خاوتي. هنايا تبدل رقم الهاتف نتاع اللي يجيك الميساج يجيك فيه دراهم. فهمتوا خاوتي؟ مثال دخل دراهم ولا يبعثولك دراهم ولا تجيك تدخلك شهرية يجيك الميساج. فهمتوا خاوتي؟ هايوة. كيفاش نبدلو خاوتي؟ راهم داروا التحديث الجديد خاوتي، كما قلت لكم في بدايه الفيديو راهم داروا التحديث الجديد نتاع مثال تخرج دراهم يجيك نفس الميساج، ويجيك نفس الميساج خاوتي، وانما يجيك شحال خرجت وشحال بغالك. كاين قبل ما يديروا التحديث خاوتي تجي تخرج دراهم يجيك الميساج شحال خرجت وما يجيكش شحال بقالك في الحساب نتاعك. فهمتوا خاوتي؟ هاي واش نديروا؟ نديروا اشعارات وعبر اس ام اس، نكليكوا عليه بهذه الطريقه خاوتي. من بعد هنا واش يقول لك؟ هنا يقول لك تلقى شعار عبر اس ام اس كل معامله ايداع او تحويل او السحب يمكن ان نتضمن الراس الجديد مع اشعارات. فهمتوا خاوتي؟ ايوه. حنا نحوسوا نغيروا الهاتف جديد، كيفاش نديروا؟ نكليكوا على هنايا تغيير رقم الهاتف، هاي نكليكوا عليه بهذه الطريقه خاوتي. هنا واش يقول لك؟ يقول لك كلمه السر، دير كلمة السر نتاع الحساب نتاعك، هنايا دير رقم الهاتف اللي كنت دايره من قبل خاوتي، هنايا دير رقم الجديد. معناه نقول سبيل المثال انت عندك نيميرو تليفون وراك دايره هنا في حساب نتاعك، وهذا النيميرو تاعك خاوتي معناه نقول توضل لك ولا تسرق لك ولا طاح لك، تقدر تبدلو عادي، جيزي اريد موبيل كيما حبيت. فهمتوا خاوتي؟ دير رقم تاعك القديم ودي هنا الجديد، دي هنا الجديد هنايا، ومن بعد دير تصديق. كيما دوك خاوتي دوك ندير لكم النيمو تاع الجديد، شفتوا خاوتي راني درت الرقم تاعي الجديد تاع موبيليز ونديرو تصديق بهذه الطريقه خاوتي. هنا واش يقول؟ يقول لك رجاء ادخال الرمز الذي تم ارساله على الرقم. دوكا يجيني الرمز خاوتي،
راه خاوتي الكونيكسيون راها شوية ضعيفة. هنا يقول لك خاوتي الملاحظة، هنايا خاوتي أهم، قال لك رجاء إدخال رقم هاتفك المحمول الشخصي، لا تدخل رقم قريب أو صديق، معناه دي رقم تاعك، فهمتوا خاوتي؟ أيوة نكونوا متفاهمين خاوتي. خاوتي ما حقليش الميساج، لكن خاوتي نعاودو. نعود ندير تحديث خاوتي الصفحة. ندير رقم السري خاوتي، وندير رقم الهاتف القديم، وندير رقم الهاتف الجديد. استنى خاوتي دقيقة. خاوتي يكون فيديو واضح. بهذه الطريقة خاوتي ونديرو تصديق. تو كنشوفو خاوتي الرمز، او جانا خاوتي الرمز، ها هو. خاوتي رانا درنا الرمز وديرو تصديق بهذه الطريقة خاوتي. أنا غلطنا في الرمز خاوتي. تم بنجاح، رانا غيرنا رقم الهاتف خاوتي. اهو شفتو خاوتي، قبيل درنا نتاع 97، دوك رانا درنا 71، ها هو درنا نيمو جديد. هنا يا خاوتي هنا واش يقول؟ يقول لك عملية انتمان، عملية خصم، وضمان رصيد جديد. هنايا جديد خاوتي، هنا هذا واش معناتها خاوتي؟ هذه دوك نخبركم كيف دي. هذه خاوتي هذه معناها تجي دخل دراهم ولا تخرج دراهم، ينحو لك عملية خصم، فهمتوا خاوتي؟ هذه وهذه خاوتي انت ضمان رصيد جديد، معناه نقولوا احنا كما قلنا تجي تسحب الدراهم من لابوست خاوتي ولا من صراف الآلي، يجيك الميساج انت شحال نحيت دراهم وشحال بقالك في الكونت تاعك، فهمتوا خاوتي؟ قبل ما يديروا التحديث خاوتي ما كانتش كاينه، كاين تخرج دراهم يجي كاين ميساج انت شحال خرجت، ما يجيكش شحال بقالك الرصيد، فهمتوا خاوتي؟ هاي نكونوا متفاهمين خاوتي. دركا راهم داروا التحديث الجديد خاوتي، مثال كما قلت لكم قبل نعاود نكررها. دوك تجي تخرج دراهم خاوتي، تجي تخرج دراهم يجيك نفس الميساج خاوتي، يجيك نفس الميساج، وانما يجيك شحال خرجت وشحال خليت في الكونت تاعك، فهمتوا خاوتي؟ ما تروحش معنى نقولوا حنايا تخرج درام عاود تعدي لافوار والو خاوتي، يجيك نفس الميساج، يجيك تاع السحب شحال خرجت وشحال بقى في الكونت تاعك. حنا واش نديرو؟ حنا نديرو التفعيل بهذه الطريقه خاوتي، نديرو التفعيل ونديرو هذه ثانيه التفعيل بهذه الطريقه هذه. ذكرها التفعيل، نعم 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 درك خلاص، درك راه مريقل كونت تاعك، تدخل لك دراهم عادي. وثاني كذلك اخوتي مثال اك شهر ولا مثال نقولوا تدخل لك دراهم، يجيك الميساج نفس الميساج ثاني شحال دخلت لك وشحال
كنت مخلي من قبل، فهمتوا خاوتي؟ هذه ثاني تحديث جديد خاوتي، راه عجبني مليح. المهم خاوتي، اللي عنده مشكلة ولا عنده ما يعرفش كيفاش يدير رقم الهاتف ولا يبدل رقم الهاتف ولا، يتواصل معايا لازم نتفاهموا مليح. المهم خاوتي، عجبكم هذا الفيديو ما تنساش اشتراك في القناة وتفعيل جرس يصلك جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.